طيب شباب، السلام عليكم، يعطيكم العافية، صباح الخير، إن شاء الله أموركم كويسة. أنا قاعد بنزل إن شاء الله المحاضرة اللي إحنا أخذناها، بنزل فيديو للشباب اللي مراقبين. أتمنى إن شاء الله تكونوا تتابعوا الفيديو، تكون إن شاء الله بأحسن حال، وتكون الدراسة أموركم ماشية. أنا بس كان في ملاحظة كنت حبيت أنوه عليها، كان في بعض الشباب اشتكوا موضوع الكوز المكان، يعني شوية إنه صعب أو كلمات كذا. صدقا شباب، انا بالنسبه للكوزات اخر همي في يعني في الكوزات او الامتحانات انه تكون انه نوع من انواع التعذيب للطلاب. احنا لا نقصد فيه، زي ما حكيت لكم يا شباب، احنا عندنا يعني حنشرح عشان هاي بالنسبه للامتحانات. زي ما قلت لكم، صدقا انا لا ابحث عن العلامه او انه الطالب انه يجيب علامه منخفضه، ولا انا ابحث عن تثبيت المعلومه. زي ما حكيت لكم، هذه الماده اساسيه، فما في انه موضوع انه المادة تروح تطلع من عندي او من عند اي استاذ وانت مو فاهم المادة، هي مادة اساسية زي ما حكينا. اوكي، طيب نيجي احنا عن موضوع الـ divisions of the back، تقسيمات الظهر اللي ما حضروا. اول حاجة عندنا في تقسيمات الظهر divisions of the back، في عندنا spinal column. spinal column مكتوب عندكم اللي هو تعريفه، هذا مهم جدا، بالاصفر. انا طلبت من الشباب اللي حضروا كاتب لك اللي هو the long row of bones from the neck to the tailbone، يعني اللي هي فقرات الظهر من الرقبة إلى التيلبون. وانتو زي ما تشافين احنا عنا هذا بالصورة، يعني عندي هنا من الرقبة إلى التيلبون اللي هو احنا مسميه العصعص، اوكي، بالمصطلح العام يعني اللي عندنا. الآن each bone is the spinal column is called vertebra. فيرتبرا اللي هي فقرات الظهر، يعني الباك بون المصطلح الطبي تبعها اللي هو الفيرتبرا. تتذكروا الفيرتبرا احنا اخذناها بصفحه 10 من بيج 10، لما احنا بنديل وذ البلورا اند سنجولار فورمز. فاحنا عندنا وي هاف الفيرتبرا، وعندنا اللي هو البلورا تبع الفيرتبرا اللي هو الباك بونز. لاحظوا هي منتهيه بايه، قلنا نضيف فقط ايش عندنا، اي، هاي للتفكير طبعا عشان تكونوا عارفين. طيب الان كاتب لك ابيس اوف flexible connective tissue called disc. الآن نيجي للديسك. كثير بسمع واحد عندي ديسك وعندي ديسك وعندي ديسك. What is disc? What does disc do? إيش الفانكشن of the disc؟ هذه كلها مهم ناخذها الآن. الديسك كاتب لك is a piece of flexible connective tissue called disc، موجود بين كل فقرة وفقرة. إذا لاحظتوا إحنا الآن بالصورة أمامكم، إحنا عندنا we have here vertebra، عندنا okay this يعني a section of you know spinal column. الآن between each vertebra we have what disc، لاحظ this disc to make the smooth of our spinal or to make the move of spinal column very smooth and soft and easy. طبعا كاتب لك الديسك، هذا مهمة جدا، أنا حاطة بالبرتقال orange to make it more important and highlight on it. okay it's composed of cartilage. composed of what cartilage. طيب شباب، زي ما حكينا احنا عنا قلنا disc composed of cartilage. الكارتلج قلنا اللي هو ايش عنا، الغضروف. اوكي، طيب حاط لك كمان تعريف له اللي هو cushion، اللي هو نسيج او حشوه طبعا لما تقريبا ممكن انه between the bones، بين اللي هو العظام اللي هي فقرات ايش، الظهر. الان ايش عنا، هي بس المعلومه عشان تفهموا طبعا لازم تكونوا كان عارفينها كمان. If the disc slips or moves out of its place, it can press on the nerves that enter or leave the spinal cord causing the pain. الآن احنا بنسمع دائما كل واحد بيقول لك والله عندي ديسك وتعبان وكذا، خصوصا في كبار السن، حتى في بعض الشباب ممكن إذا سوى حركة غلط أو حمل شيء بثقيل خارج عن طاقته أو قدرته ممكن يصير معاه مشكلة في الديسك. الديسك هذا زي ما شايفين، لاحظ في المكان بين كل فقرات، إذا تحرك مكانه أو انزلق الفقرات تضغط على مين؟ على بعض، وبالتالي تضغط على الحبل الشوكي اللي موجود داخل العمود الفقري، وعارفين انتو الحبل الشوكي هو اصلا مكون من اعصاب، فبالتالي بتضغط عليه بتضغط على مين؟ على الاعصاب، هذا بيسبب ايش؟ الم. طبعا الالم بيختلف مكانه من شخص لاخر حسب مكان اللي هو صار فيه انزلاق اللي هو الديسك او خروجه من مكانه. طيب نيجي هنا تقسيمات الظهر، مناطق عندنا خمس مناطق، 5 areas of مثلا spinal column. ولاحظوا you have to note انه انا the first three اللي هو I highlighted with blue، the other اللي هو او the last two highlighted by with red. اوكي، طبعا
واي اي هايلايت ذوس ان بلو اور ريد، احنا هنشوفها ان شاء الله الان امام خلال الفيديو. طيب اول حاجه عندي اللي هو السيرفيكال النك ريجن، منطقه الرقبه فيها 7 فقرات اللي هي 7 بونز، ويرمز لها من C1 الى C7. طبعا C هذه اللي انتم شايفينها ماخوذ من كلمه مين؟ سيرفيكال C. واذا بتلاحظوا انتم عندكم في الصوره اللي هي في صفحه 55 البيج 55 you can see that C1 to C7. يعني why I use this، يعني for example لا سمح الله you have a problem with your spinal column، فرحت عند you have a pain on your neck، فالدكتور make a diagnosis for you and he told you you have a problem in C4 and C5. شو يعني معناها؟ انه انت عندك مشكلة في فقرة الرابعة والفقرة ايش؟ الخامسة. فبدل ما اقول لك انا الفيرتبرا 5 فيرتبرا 5 ان سيرفيكال ريجن، لا خلاص خسرناها C1 to C7 خلاص بعرف انه هذا. فعشان بس نعرف احنا المهم اجت اللي هو السي. نيجي للثوراسيك او تشيست ريجن، هاي consist of 12 بونز، منطقة الصدر الثوراسيك اخذناها طبعا هذه كلمة ثوراسيك تذكروا في اللي هو البادي كافيتيز من T1 الى T12، من T1 الى T12. اوكي T1 الى T12. نيجي للمنطقة الأخرى اللي هي منطقة الخصر، منطقة الخصر اللون or waist region. اوكي اللمبر لون or waist region هي consist of 5 bones، وطبعا يرمز لها من L1 الى L5 زي ما قلنا ماخوذة من كلمة مين؟ L اللي هو لمبر حرف ال. عندنا we have sacrum or sacral، اسمها هي sacrum اور اللور باك، عندك ثلاث مسميات. هذه نسميها منطقة أسفل الظهر، أوكي منطقة أسفل الظهر يرمز لها طبعا بS1 إلى S5 فيها 5 fused points. أوكي عندنا كوسيجيال اللي هي الكوسكس أور تيل بول ريجن، شايف علي منطقة العصعص، هذه 4 fused points. الآن السؤال اللي بيجي why I put اللي هو this those أو those اللي هو 3 the first 3 region in blue and the last 2 region in red. السؤال اللي بيطرح نفسه أنا أظن سألتكم إياه في الامتحان في للأسف المحاضرة. نيجي هنا نلاحظ إنه 1 and 2 and 3 اللي هي cervical and thoracic and lumbar all of these consist of إيش عنا vertebra and between each vertebra we have a disc، لكن the last two region هذا احنا عنا those اللي هو bones are fused زي ما شرحنا في المحاضرة معناها ملتحمة، معناها ايش؟ ملتحمة، لا يوجد disc داخل في بعض اللي هو، عشان هيك انا حكيت لكم انه ايش انه ال الهايلايت انا ان بلو اند ريد. اوكي طيب نروح ننتقل ايوه planes of the body، هذا يا شباب اللي هو خطوط الجسم، خطوط الجسم. شو يعني خطوط الجسم؟ طبعا مش معقول انه جسمنا فيه خطوط احنا مرسومه، لا خطوط الجسم هذه خطوط تخيليه، هذه خطوط تخيل. لاحظ التعريف a plane is an imaginary flat surface. شو يعني imaginary flat surface؟ هو خط تخيلي، خط ايش؟ تخيلي. طيب زي ما انتم شايفين كاتب لك organs appears in different relation to one another according to the plane of the body in which they are viewed. يعني احنا بنساوي العلاقات ما بين اللي هو الاطراف في الجسم والاعضاء في الجسم او حتى مكان في الجسم حسب الخطوط ايش؟ التخيلي. اوكي الان حنفهم ايش معناها خطوط تخيلي. اول واحد عندنا frontal اللي هو احنا بنسميه coronal plane. الفرونتال كولوم بلين هو vertical plane that divides the body or body parts such as an organ into front and back portion. لاحظ انا حاطط لكم شيئين، we have two things I highlighted. The first one هو vertical plane. Vertical plane شو معناه؟ انه ايش هو؟ عمود. لاحظ هذا number one this one، هذا ايش؟ عمودي. طيب النقطة الثانية في اي plane انه how does this plane divide the body؟ كيف يقسم الجسم؟ كاتب لك اللي هو front and back portion. front and back portion يعني أمام وخلف.
طبعا كاتب لك هنا anatomically تشريحيا anterior means the front portion anterior يعني هذا الأمامي front portion الجزء الأمامي وهذا حناخذها إن شاء الله قدام and posterior means the back portion خلفي أوكي هذا عشان تكون أنتوا عارفين طيب نيجي للثاني اللي هو sagittal plane أو lateral plane زي ما أنتوا شايفين أيوة sagittal أو lateral plane لاحظ عندي a vertical plane that divides the body aorta into right and left side إذا هب يقسم الجسم إيش عنده هو طبعا عمودي نفس الهدف الأول بقسم الجسم إلى right and left side divides the body to right and left يمين وشمال طبعا حاط لك هو له آخر اللي هو mid sagittal plane المنتصف بيجي في المنتصف هذا اللي هو الخط المنتصف divides the body vertically عموديا into right and left halves نص يمين نص شمال okay the last one اللي هو transverse axial plane axial plane اللي هو المحوري a horizontal plane أيوة الآن إيش هو الفرق هذا horizontal horizontal معناها إنه أفقي لاحظ one bar one and number two عمودي لكن this one is what horizontal أفقي okay يقسم الجسم زي ما تلاحظين upper part and lower part جزء امامي علوي اسف وجزء سفلي اوكي upper and lower portion طبعا الصور اللي انتم عندكم امامكم هذه الصور لاحظ هذه مكتوب هنا frontal coronary امامي صور امامي لا اللي هو مين عندنا للرئتين اوكي او القفص الصدري والإفر الثاني عندنا الصوره الثانيه نفسها لكن sagittal ايش موجود عندنا lateral للصدر الثالثة مقطعية للصدر transverse axial لمحور اوكي لاحظ هاي فعنا الثلاث انواع على نفس العضو للعضاء او الجزء في الجسم لكن ثلاث اشكال يا امام خلف يا عنا اما جانبية او عنا اللي هي مقطعية واضح شباب هذا كان درسنا اليوم ان شاء الله تكونوا ان شاء الله استمتعتوا في المحاضرة وزي ما قلت لكم احنا في الاول الاخير اهم حاجة عن تثبيت المعلومة يعطيكم الف عافية